هل حتقدر تهزميها اليوم مريم؟ إن شاء الله أتمنى. اللي عرفته إنك تبغي تعلمي راشد المطبخ. صح. طيب هل هو متقبل؟ هي متقبل إني أكون البوس اليوم. أوكي. طيب طبختنا اليوم طبخة جدا سهلة وبسيطة. إحنا حنطبخ ريش مشوية مع مكعبات البطاطس وسلطة الطحينة بالخضار. إن شاء الله. نبدأ المكونات. طبعا عندنا ريش ضاني. وعندنا للبطاطس طبعاً بطاطس مع شوية بهارات، زيت، طحينة، زبدة، ومع شوية ورقيات، كزبرة، بقدونس، شبت، وطبعاً خل وليمون وملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: نشغل الفرن، نتبل الريش الضاني بملح وفلفل أسود وجوزة الطيب وزيت الزيتون، ونحطها على مقلاية ضروري تكون ساخنة لمدة دقيقتين ونص إلى 3 دقائق على كل وجه. إحنا شايفين في شحمة هنا في الطرف، ضروري هذه الشحمة بالملقاط يمسك الريش ويحطها في المقلاية، عشان لو حطها كذا وحطها كذا ما حتستوي. بالنسبة للبطاطس، تقطع البطاطس لمكعبات، نتبلها، نحط عليها الزبدة، وتوضع في الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة على نار عالية جداً. البطاطس كانت سبب في خسارة 2 من المشتركين في الحلقات الأولى. ضروري يبدأوا بالبطاطس أول خطوة. أوكي. لعمل سلطة الطحينة بالخضار عندنا طماطم، خيار، كزبرة، بقدونس وشبت، وخل وليمون وملح وفلفل أسود. ضروري جداً أنه نخلط الطحينة مع كمية مناسبة من الموية، يعني ما تكون الطحينة خفيفة ولا تكون ثقيلة. ضروري جداً تقسم الطبخة لثلاثة حصص متساوية، وضروري يطلع شكلها النهائي بهذا الشكل. البطاطس كيوبس. أوكي. السلطة متجانسة مع الخضار، والريش لونها بني حلو مشهي ومشهي.